بعد مداخلة تبدو للبعض بأنها مداخلة حارقة للبرلماني المغربي المهاجري، بعد ذلك تم تجميد عضويته في الحزب. أصبح الحزب يبعد كل من يريد أن ينتقد دور الحكومة، خاصة أن السي المهاجري هو في حزب الأصالة والمعاصرة اللي هي تشكل الأغلبية الحكومية، لكن في آخر المطاف هو كيبقى برلماني صوتوا عليه المغاربة، ما صوتوش عليه على أساس أنه كيمثل الحكومة ولا المعارضة، صوتوا عليه على أساس أنه يدوي على المشاكل ديالهم وعلى أساس أنه يرافع على القضايا ديالهم. المداخلة أو المرافعة ديال السي المهاجري هي مرافعة عادية تنتقد الوضع العام. السيد هو عرف تحولات، كان كيدافع على أو يبدو أنه كان كيدافع على الفئة الشعبية، واحد اللحظة ولا في الحكومة تراجع الدور ديالو ولا كيبرر، الآن لأسباب لا نعلمها فقط حنا كنقوموا بالتوصيف، ما غاديش نناقشوا النيات، أصبح يدافع على الشعب، جاء التجميد. لذلك نقول بأن الدور ديال هذا الحزب هو لجم كل من يريد أن يتكلم أو تكميم أفواه كل من يريد أن ينتقد الحصيلة الحكومية وكأنها لا تنطق على الهواء. لكن الأهم كبير لنا بأن كاع الأحزاب لا سواء في المعارضة في الحكومة اللي طبيعي جدا أنها تكون كتدافع على الحصيلة، لا سواء حتى في المعارضة أصبحت معارضة كتدافع ويا للغرابة أنها كتدافع على الحصيلة الحكومية. الشجر اللي هو كيمثل أحزاب المعارضة قال بأن حكومة سعز أخنوش هي حكومة ترقى إلى تطلعات المعارضة، وهذا شيء غريب جدا. هذا الحزب اللي هو حزب الأحرار كيبان لينا بأنه كيستحوذ على الأغلبية وهذا شيء طبيعي، وأيضا على المعارضة وعلى الصحفيين وعلى النقابات وعلى البرلمان. أش بقى لينا؟ راه المشكل في المغرب أخنوش يدير المغرب بحال كيدير شركة، ماشي منطق سياسي، ماشي منطق الدولة، منطق ديال شركة عندها أزمة كيقلب على البريكولات. ألوكو حنا دولة، راه التدبير ديال الدولة ماشي تدبير شركة كونكريز. سي عزك كيبقى السؤال أش بقى لينا، وقبل ما نقولوا أش بقى لينا نقولوا أش بقى للبرلمان من دور. لكن الملك محمد السادس مجموعة من الخطابات بعد حراكة الريف يصر على إعادة المصداقية للوساطة، الوساطات نقولوا أحزاب نقولوا مجتمع مدني، أي منظمة تلعب دور الوساطة بين الشعب والحكم لأنها تتمتص الأزمة، وإلا فالأزمة أنها كتولي أزمة عمودية فماشي صالحهم. فمثلا حالة الاستثناء بين 65 و 1970 راه حيدنا البرلمان، لكن شنو وقع؟ بأنه ولا الصراع هو مباشر ماشي صالحهم، وبالتالي نعرف بأن هذه الأحزاب هي متضعضعة ويغلب عليها الترهل وكل ذلك، لكن ماشي صالحهم أنهم يجمدوا الفعالية ديالها، تبقى واحد شوية الله معور ولعمة. لكن الواقع مع هذه الحكومة ديال السي عزيز أخنوش وهي للغرابة أن ما بقى عند هذه الأحزاب حتى دور تقريبا، أنا أتحدث بشكل شبه كلي ولا أتحدث بشكل كلي، تقريبا بقى عند تطور كأن تريد أن تقول لنا أو دي نزلوا للشارع، أو دي ما تراهنوش على البرلمان، ما تراهنوش على الأحزاب، ما تراهنوش على النقابات، نزلوا للشارع. ومتى نقولوا نزلوا للشارع يقدر يكون واحد النضال حاد ويقدر يكون يخرج عن السيطرة ومجموعة ديال الأشياء، لكن هناك فعلا بأن الصراع وصل لواحد واحد الوضوح وتبين بأن حلفاء الشعب من أعدائه، كما جاء في كلمة أحدهم السي عبد الإله بن كيران، أنا في نظري أفضل من اللي بدأ في الحكومة هو النقافات. هاد القضية ديال النقافات صراحة هو واحد المصطلح الذي ينطبق على كثير، ووصف بهم واحد ثلاثة النقافات راهما عارفين، هضر على الرمضاني وعلى الشرقاوي وعلى ولاد فقير، ولكن راه بانت لينا مجموعة النقافات، بان لينا مبارك مامون الدريبي وبان لينا عاصي مجموعة النقافات. مابقيتش كنقول بهاد النخبة اللي مفروض انها تنتقد لان المثقف هو يجب ان يكون يحمل لواء النقد، ما عندوش الحليف ديالو بقدر ما عنده العقل ديالو هو الحليف ديالو، وجدناهم تاهما في هذاك الصف وتاهما كيعيشوا لهذاك الطرف، يعني غريب جدا. ولا تقريبا النخب المغربيه كلها نقافات، ما بقى الا نطلقوا لهم الشعبي وبداو انهم يشوفوا هاد الكاريكاتوري وهاد البؤس السياسي اللي وصلنا ليه.
لأن تحدث بحرقة، لأن صراحة ما يحز في النفس هو هذا البؤس السياسي اللي وصلنا ليه، ما وصلناش ليه حتى في زمان البصري. راه العصر الذهبي ديال البرلمان راه كان في زمان البصري، ما ننساوش هذه القضية. وكان شخصيات لا سواء في الحكم أو المعارضة، شخصيات وازنة وشخصيات قوية ومؤهلة وكفاءات سياسيا وعلميا وثقافيا. كنا كنلقاو في البرلمان محاضرات ومرافعات هي يجب أن نستمع لها وكأن فوق رؤوسنا الطير. نجد محمد بن سعيد أي تيدر ديال منظمة العمل، نجد بوستة ديال حزب الاستقلال، نجد علي عتا ديال البي بي اس التقدم والاشتراكية، نجد فتح الله والعلو، نجد مجموعة ديال الأسماء اللي كبيرة في مرحلة اللي كان أنا ذاك ترأس البرلمان عثمان. وفي تلك المرحلة، مرحلة التي هي مرحلة القمع القاسي، أنا ذاك استطعنا أننا نفجر ملفات كبيرة مع مثلا مع محمد بن سعيد أيتي الدر، حينما فجر قضية تزمان مارت. وما أدرك ما تزمان مارت، ومتى في عهد البصري، وما أدرك ما البصري. يعني خصك تكون راجل ديال بصح، خصك تكون الرجولة ديال بصح كتجري في الدم ديالك. فما بالك الآن هاد الأسماء اللي ممكن أنهم يحركوا الدجاجة على بيضتها؟ فين وصلنا وفين وصل النيفو؟ وكينا بعض الأسماء اللي فعلا أنها أسماء حرة، ولا هذا هادوك حالة سهلة نقول لهم أن راه كينا كوفيد ما غاديش تدخلوا. وكما وقع النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن حزب اشتراكي الموحد،